اول خطوه بقى معايا ان انا لو انا عايزه اقفل بقى البلوزه بتاعتي، حتى لو انا ما كنتش عملت المرد ده، اول حاجه بقى ان انا اخيط الكتاف. يعني هجيب الخلف كده وهحط الوشين في وش بعض بالشكل ده كده، واخيط الكتاف مع بعض. طبعا بنلاقي الكتفين بيكونوا لازم قد بعض بالظبط. تمام، طبعا انا رسمه الخطوط دي عشان اخيط عليها، فديت لازم يكون الخط على الخط عشان ما يحصلش حاجة غلط في المقاس بتاعي. فانا بحط من هنا الدبوس ينزل على الخط يطلع من الناحية التانية على نفس الخط. تمام، وطبعا بحط الدبوس بتاعي بالعرض. المكنة عادي بتمشي على الدبابيس لو هي بالعرض، لكن لو بالطول هتتكسر. بصوا هنا اهي على الخط، وبطلعها من ورا بتكون بردك على نفس الخط بتاعي. تمام، هخيط الكتف دوت وبردك هخيط الكتف التاني. ده كده عندي بعد ما خيطت الكتاف، هقلب بقى على الوش بتاع القماش بتاعي، وده كده الشكل اهو. تمام، ده كده شكل البلوزة بتاعتي من فوق. تاني خطوة هعملها هقفل الرقبة بتاعتي. الرقبة بتاعتي بتتقفل ازاي؟ طبعا اللي انا هشرحه ده اللي هو السجاف بتاعي او التنظيفة بتاعت الرقبة او البطانة او الانفورم، ايا كان هنسميه ايه اللي انا هعمله دوت ينطبق على اي حاجة فيها دوران. يعني انا عايزة اقفل دوران الرقبة، عايزة مثلا انا مش هركب كم، عايزة اقفل الباط، فهقفل الحاجات دي ازاي؟ عندي مثلا بلوزة كروازيه اللي هو قلنا بينزل بميلة كده، الخط الميل ده هقفله ازاي؟ برضو في ناس بتعمل اوفر وتروح جاية تانية صغيرة، ده عادي بس مش انضف حاجة ومش احسن حاجة. احسن حاجة اللي احنا هنقولها دلوقتي، هنجيب البطرون بتاعنا. هو ايه السجاف او البطانة دي عبارة عن ايه؟ انا عندي هقص نفس الشكل بتاع دوران الرقبة دوت، يعني هقص شريط يكون نفس الدوران دوت، عرض الشريط دوت يكون صغير بحيث ان انا احط الوش في الوش واقفل واقلب على جوه، فيبقى الرقبة عندي تبقى اتقفلت نظيف. تمام، فدي انا هعملها ازاي. الشريط ده انا دايما بعمله فرنج 5 سنتي، بس عادي ان احنا لو حبينا نعمله اكتر. فدي انا هعملها كده، يعني بصوا دلوقتي انا عندي ديت رقبة الامام، هاجي كده من عند الرقبة هقيس بالعرض 5. تمام، وهفضل الف دوران كده وانا بقيس كام؟ 5 سنتي المقاس بتاعي. ده اهو، بعد كده هوصل النقط والعلامات بتاعتي دي كده ببعض. ده كده السجاف اللي انا هقصه لرقبة الامام. هجيب اي ورقة عندي، عشان ما نهدرش الباترون بتاعنا يعني ويبوظ، فالاحسن احنا نشفها على ورقة بر. تمام، وقبل ما اشيل يستحسن ان انا اكتب على خط النص النص وعلى خط الكتف الكتف. اشمعنى؟ لان انا بكل سهولة ممكن اقلب الباترون بتاعي كده. تمام، فيبقى عندي ده الكتف مثلا وده خط النص، فلا نكتب احسن على الكتف الكتف ونص النص عشان الميلة بتاعت الكتف. تمام، طيب دي كده بتاعت الامام هنقصها. طيب نيجي للخلف. الخلف عندي بيتعمل ازاي؟ لازم الخلف يكون قد الامام. ليه؟ لان هما هيركبوا على بعض، يعني عرض 5 سنتي اللي هي بتاعت الكتف لازم تكون قد بتاعت الامام. طيب بالنسبة للنص هنا، لو انا مش هعمل فتحة من ورا في البلوزة بتاعتي او في الفستان، بعملها 5 سنتي برضه عادي، اللي هو بمشي دوران 5 سنتي زي الامام. لكن لو انا هعمل فتحة من ورا يبقى لازم اطول خط النص ده عن 5 سنتي، لازم يكون اطول من طول الفتحة، لان انا مينفعش اعمل فتحة قصيرة مثلا لحد هنا او لحد هنا مثلا وانا عامله البطانه او التنظيفه بتاعتي لحد هنا، ما هيبقى في جزء في الفتحه مش متقفل. فبعمل بالشكل ده كده، باجي من عند الرقبه من هنا من عند الكتف بقيس 5 سنتي عادي. تمام، بس هاجي من عند خط النص
هعملها 12 سنتي مثلا، ممكن تعملها فرنج 12 او 15. دي بنلاقيها قوي في البلوزات بتاعتنا من ورا، بتلاقي كده مرد من جوه كده كبير واخد دوران كده بالشكل ده. تمام، فبرضه هجيب الورقة بتاعتي وهشفه. دي كده رقبة الحق. تمام، هشيل بقى البطانة هقصهم. تمام، بصوا كده انا ثبته ورسمت خط اللوخات عليه والخط اللي هقص عليه. لو لاحظنا هنا بصوا السجاف بتاع رقبة الخلف انا حطاه فين؟ ناحية المقفول. اشمعنى؟ طب انا ليه هنا مش هفتح؟ لان انا عندي البلوزة هعملها مقفولة من ورا. طب بس احنا قلنا ان انا هعمل فتحة، برضه نفس الكلام بتاع قدام. يعني انا قدام لما جيت عملت المرد انا خيطت وبعد كده فتحت، هنا نفس الكلام. لو سواء هعمل فتحه مش هعمل فتحه، انا البلوزه بتاعتي دلوقتي مقفول، فيبقى هحط ناحيه ايه؟ المقفول. طيب بصوا كده السجاف بتاع رقبه الامام مفتوح من هنا من عند خط النص، وانا اوريدي هنا ده هقصه، يعني هتطلع لي قطعتين منفصلين. طب ليه عملت كده؟ لان انا عندي بلوزتي مقفول مفتوحه سوري. طب لو هي مقفوله كنت هحط خط النص ده هنا ناحية انت المقفولة عشان تطلع لي دوران رقبة كامل. تمام، هقصه بقى، وبعد كده هعمل الكربون اللي هو هحط الكربون هنا تحت، وهمشي بالرول على خط الخياطة بتاعي. دول كده هم بعد ما قصتهم هفكه بقى عشان ابتدي اقفل. طبعا انا ايه اللي متقفل دلوقتي عندي في البلوزة؟ هي الكتاف. فيبقى اول حاجة هخيطها في السجاف هيكون الكتاف برضو. فانا هفتح ده كده اهو. بصوا رقبة الخلف طلعتني ايه؟ كاملة. هاخد بقى ده الامام اهو في وش الخلف، وهثبت الكتاف مع بعض اول حاجة بخياطه. شايفين الامام طلع لي قطعتين منفصلين لان انا البلوزة عندي من قدام مفتوحة. دي كده بعد ما قفلت الكتاف بتاعتي هقلبها بقى على وشها اهو، ده الشكل بتاعي. تمام، هخيطها بقى ازاي في الرقبة بتاعتي؟ هنيجي كده، انا عندي دي اهي، ده الدوران بتاع الرقبة. تمام، هحط الوش في الوش، يعني انا عندي دوت وش القماش فهفتح دي كده ده اهو. تمام، فهحط الوش ايه في الوشين. بصوا الكتف اهو هثبته مع الكتف. بتطعم بدبابيس. تمام، والكتف الناحية التانية بثبته مع الكتف. طبعا بصوا لو اخدنا بالنا ان الدوران بتاع الرقبة راكب بالظبط مع يعني دوران رقبة الخلف. بصوا قد دوران رقبة الخلف هنا ليه؟ لان انا قصاه بالباترون، فقص على المقاس بتاعي بالظبط. لكن لو انا قص عشوائي طبيعي طبعا وارد جدا الاقي زيادات، الاقي حاجة مش مظبوطة كده. طيب نيجي رقبة الامام، يعني احنا لقينا رقبة الخلف هما راكبين على بعض مفيش فيهم اي مشكلة. طيب نيجي للامام، احنا كنا اكلين من الامام علشان عملنا مرض. فبصوا كده هتلاقي السجاف بتاعك طالع فيه زيادة. الزيادة دي انا بسيبها زي ما هي محدش يشيلها، بروح جاية تانياها على جوه كده، بيكون نهاية التانية عندي مع حرف خط الخياطة. اشمعنى؟ عشان انا هخيط ده كده واجي اقلب، فلما اقلب ده على جوه يكون الحرف ده معايا ايه؟ نضيف. تمام، فيبقى دي هتنيها كده. نفس الكلام الناحية التانية اهو، ديت كده الزيادة، اروح جاية تانية لحد ما تيجي عن الخط الخياطة بتاع المرد بتاعي. تمام، ده كده انا اهو ثبته على وش البلوزة بتاعتي. طيب بعد كده قبل ما اخيط هنشوف لو انا عايزة اعمل فتحة من ورا. الفتحة اللي من ورا دي بتكون في نص رقبة الخلف بالظبط. طيب انا عندي النص بتاع الرقبة اهو،
تمام، هشوف انا عايزه اعمل طول الفتحه بتاعتي كام سنتي. هي بتتراوح تقريبا في رينج 6 ل 8 سنتي تقريبا، او ممكن تطوليها شويه تعمليها 10، لان انا هعملها 8. تمام، عرضها انا دايما بعمله سنتي نص سنتي يمين ونص سنتي شمال، بس ممكن تعمليه اقل، يعني في ناس ممكن تعملها كلها على بعضها نص سنتي، اللي هي تقيس ربع وربع. تمام، ده كده هو المستطيل بتاعي. هخيط بقى ازاي؟ همشي خط خياطة من اول هنا، خيط على الخط بتاع المرسوم الدوران ده كده داير ما يدور لحد ما اوصل للمستطيل. هقف هنا واروح جاية نازلة بالخياطة بالطول وماشية بالعرض وطالعة تاني بالطول ولفة دوران واكمل لحد هنا. تمام، دي اهي بعد ما خيطتها هشيل بقى الدبابيس. تمام، بصوا كده دي اهي خيطتها وهي متنية. تمام، والمستطيل ده خيطته طبعا، كل ده فين؟ على الوش عشان محدش يتلخبط ويخيط على الظهر، كل دوت على الوش. يعني انا لو ماسكه البلوزه دوت وش البلوزه. تمام، هاجي بقى بالمقص. اي دوران بنخيطه بالشكل ده لازم نروح جايين مدين له تفتيحات كده تيجي قبل الخياطه، يعني بملي دي علشان لما اقلب يكون الدوران يكون مرتاح معايا، ما احسش ان هو ايه شادد. ده كده هاجي بقى عند المستطيل ده وهروح جايه فاتحاه. تمام، وهاجي قبل الاخر بردك بحوالي سنتي او اتنين واروح فاتحه مثلث. تمام، وبنيجي هنا بردك بروح جاية شايلة الزيادات دي كده، وهقلب بقى المرد بتاعي اهو على جوه. دي كده الفتحة بتاعتي بتاعت الدور، شايفينها طلعت لي ازاي؟ تمام، باجي بقى بمشي من هنا بثبت كل ده بخياطة كده من على الحرف اسمها الشيمة، اللي هي بتكون بعد نص سنتي او ربع سنتي بالكتير. همشيها كده داير ما يدور عشان اثبت ده كده جوه، ما يفضلش كل شوية يطلع ويدور. دي كده التقفيلة بتاعتي بتاعت الرقبة، شايفين دي كده الفتحة اهي من ورا. تمام، ودوت لو انا حبيت اعمل مرد، طبعا هنعمل يا اما فتحة من ورا يا اما من قدام، يعني ومش لازم دايما اعمل الفتحة دي من ورا بس، يعني في بلوزات ممكن نعملها قدام فعادي جدا. تمام، ده كده بعد ما عملت المرد والفتحة والسجاف. طيب بالنسبة للسجاف برضو عشان يتثبت اكتر بشكل كويس، ديت ممكن لو مش هتعرفي تعمليها على المكنة سهل جدا تعمليها على ايدك، وهي طبعا بعد ما تعملي اوفر كله الكتاف والزيادات دي كلها تتعمل اوفر عشان تبقى نظيفه عن كده. بتيجي هنا بابره وخيط عادي وتروحي جايه الزيادات دي وتروحي جايه عامله هنا كده ايه تلقطي غرزه ان ده خلاص كده ايه ثبت. باجي هنا برضو الزياده بتاعه الكتف والزياده بتاعه الكتف دي، يعني لو قلبت كده دي واروح جايه واخده غرزه، نفس الكلام الجنب التاني. او في ناس بتستسهل وبتعوز تلزقه كله فبتلزقيه بحاجة اسمها فازلين دبل فيس، بتجيبي فازلين دبل فيس ده وتحطيه ما بين الطبقتين واكوي، فبعد ما تكوي هتلاقي اللي هي الطبقة دي خلاص كده اتلزقت، فمش هتبقى باينة ومش هتطلع ولا تدخل معاكي. تمام، ده كده التقفيلة بتاعت الرقبة، طبعا يعني شكلها احلى وانضف بكتير من ان انا كنت عملتها اوفر وتنتف، او ان انا استسهل واتنيها تانية في تانية.